دايما بنحاول نستعرض هيك اهم يمكن خليني اقول عادات وتقاليد وكثير امور تراثيه موجوده بين البلدان العالم وايضا بسوريا، ورح تكون هي اولى فقراتنا لليوم. رح نحكي فيها اكثر عن بعض الامور التراثيه والتقليديه اللي بتشتهر فيها سوريا بمحافظاتها خلال الشهر الكريم لحتى نتعرف اكثر على تفاصيلها. اكيد سلمى، وكنا عم نقول بالمقدمه انه نحن بلشنا هيك نجهز لعيد الفطر، وفي عادات نحن تربينا عليها، في عادات بكل المحافظات السوريه ما بين الحاضر والماضي، واليوم عم يكون في حركه زايده على الاسواق، ودائما نحن بنقول ضمن الامكانيات المتاحه. صح، نحن اليوم ما لنا قدرانين نعمل مثل ما كنا نعمل بالسنوات السابقه، ولكن فرحه العيد عم نحسها ساعتها موجوده ولكن بجزئيه ما. رح نروح لنحكي عن اهم العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر، وكيف اليوم بأواخر الشهر الكريم عم يتم التجهيز لعيد الفطر. وضيفنا لليوم هو الباحث بالتراث الأستاذ مخلص المحمود. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، وكمان كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. يعني من وين بدنا نبلش؟ في كتير أسئلة. خلينا نبلش هيك بأنه نحن يعني هلأ خواتيم شهر رمضان المبارك، هاي الأيام اللي الكل بيلتمس فيها طبعا الدعاء وليلة القدر، وبيكون فيها كتير عادات وتراث، وخصوصا مثلا مدينة دمشق بنعرف الكل بيتوجه للجامع الأموي، لبعض الجوامع العريقة اللي موجودة بمدينة دمشق لأحياء هاي الليلة. خلينا نبلش من أهم العادات بالشهر وخصوصا بالعشر الأخير. هلا بالنسبة لسوريا تقريبا كل العادات والطقوس في رمضان تتشابه، قد تختلف بنوعية الأكل، نوعية البيئة، نوعية المناخ، نوعية إلى آخره، لكن هناك تشابه حقيقي. نحن وقت منقول دمشق يعني نعني في سوريا، لا نعني دمشق كمدينة عريقة وكعاصمة العواصم، نعني سوريا. يعني نحن وقت دائما وقت نقول دمشق يعني المستمع واللي عم يشوفنا يعذرنا، بنقصد نحن حلب ودير الزور وإدلب والقامشلي إلى آخره، لكن رمزية سوريا هي بدمشق. طقوس وعادات سوريا دائما هي الثقل في دمشق، حكم أنه من أقدم المدن في العالم، حكم عاصمة العواصم وعاصمة أول إمبراطورية عربية وكذا. أكيد لازم يكون دمشق يعني بتختلف، وخاصة في المواسم الدينية. يعني معاهد دمشق منذ الألف الأول للهجرة خرجت مئات العلماء ومئات المشايخ ومئات الدعاة الذي يجوبون الأرض يعني لتعليم الفقه وتعليم، تخرجوا من دمشق على كل الأحوال. هلأ بهذا الأسبوع أكيد ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. أكيد في حدا أحيا هذه الليلة، لكن من أحكام الصيام هو الدعاء وقراءة القرآن والذهاب إلى المساجد والصلاة. طبعا في الزكاة وفي الفطرة وفي المواضيع هي كذا. أما نحن حاليا هذا الأسبوع في دمشق وغير دمشق هو حقيقة يعني يكون في ورشة بالبيوت، في ورشة مثل ورشة الخياطة ورشة الحدادة، لكنها ورشة متنوعة تتداخل فيها يعني تدخل القريب، يدخل القريب ويدخل الجار ويدخل الجارة ويدخل كذا إلى آخره. هلا طبعا ستبقى السكبة موجودة، وسيبقى الأطفال يأخذوا يتبادلون الطعام مع الجيران، وستبقى هذه الطقوس التي بدأ رمضان فيها من قراءة القرآن والذهاب إلى التراويح والذكر وإلى ما هنالك. هي يعني هذا موضوع اختصاص، بده حدا اختصاص، لكن حقيقة ونحن بهالظروف يعني، وأنا بحيي كل سوريا من خلال الإخبارية السورية، صابرين وزاهدين وما في يعني هذا شيء موسر. وأكيد العنوان العريض للشعب السوري الآن، وإن شاء الله بيفرحوا بالجميع، هو يعني التدبير والتدوير بالعيد الصغير. هاي مو اختراعي يعني، هي حقيقة.
نحن حاليا بحاجة إلى حسن تدبير، وهذا المصطلح التدوير اللي نحن من زمان نحن أهل كرم، لكن من زمان كان نحن أهلنا يحافظوا ويديروا بالهم على هذه النعم الموجودة، إن كان على مستوى ألبسة أو مستوى أطعمة أو مستوى تاني. من هذا نحن عنا أخلاقيات في هذا الموضوع، نحن ما عنا أسراف ولا تبذير، هذا مو كرم. الإسراف والكرم هو الحقيقة بالتصدق، هيك نحن تربينا، كل ما تصدقنا أكثر غير الفطرة وغير فرض الزكاة، كل ما أعطينا أكثر كل ما نحن كرمة أكثر، يعني هيك نحن تربينا. لذلك هلأ في تدبير، وفي عندي بعض المعلومات عن بعض حارات دمشق حقيقة تتعاون الأسر في الحارة، تتعاون على تأمين مثلا المعمول، يا فلاني شو عندك، أنا راح أجيب لكم شوية طحين، يا فلاني شوية سكر، يا فلاني شوية سبيد، يا فلاني والله عندي علبة سمنة ما دائرتها لسه، وهكذا. يعني أنا وإحداهن أقسمت علي أنه ما أجيب سيرة الأسماء الحقيقية، يعني هذا الحكي حقيقي وموجود بمنتصف رمضان، خلينا نقول قبيل عيد الأم إن شاء الله كل أمهاتنا بألف خير على كل. لكن مو بس بدمشق، كمان بيعملوا بدير الزور وعلى ضفاف فرات الكليجة اللي هي يانسون وبحبة بركة وكذا وكذا، ويقدمونها العيد ويقدمون العيران وأحيانا التمر، كمان بيقدموا بحلب الراحة الحلبية، كمان بيقدموا على الساحل السوري الجميل المعمول الجبنة، معمول الجبنة احنا بالشام ما بنساوي معمول الجبنة، بنساوي معمول الجوز بحكم الغوطتين يعني تحيطان بمدينة دمشق، غوطة دمشق الغربية والشرقية، نحن أهل الجوز يعني، بمعنى نحن بنساوي معمول بالجوز اللي بيساوي بالجبنة، يعني مربى القرع كمان بالأعياد أيام استقبال الضيوف في رمضان يقدم هذا، بالإضافة للكرابيج، الكرابيج يعني وليس ادعاء، هي اللاذقية من أخرجت شيء اسمه حلويات كرابيج حقيقة. إذا الراحة الحورانية اللي هي 20 نوع، يعني الموضوع الفرح، أنا مثل ما قلت بأماكن تانية، الفرح شأنه عام، الفرح بسوريا شأنه عام، فكيف إذا كان هناك تعاون وإلفة وإحسان ومحبة وإلى ما نعم. طيب أستاذ، اليوم فرقت الحياة وصرنا هيك نشتاق لقصص كتير مرقت بحياتنا، ونحن اليوم بالعشرة الأخيرة من الشهر الكريم، فرقت معنا إن كان بالاستعدادات للعيد، إن كان بصلة الرحم، اليوم شو صرنا يعني نبعث المعايدة SMS أو مسنجر، يعني غير العادات القديمة. برأيك ما بين الحاضر والماضي بخلال هدول العشر أيام شو اللي تغير؟ هلا أنا بدي في دقيقة أعملكم مشهد. هلا نحن مع الحداثة ومع التطور التكنولوجي والعالم قرية صغيرة، ونحن عندما نهتم بالتراث ونبحث عن التراث ونصون ونحمي هذا التراث من أجل المستقبل، من أجل المستقبل، بس رح جيب مثال حي أنا يشوفونا فيه اللي عم يشوفونا، يعني إذا كان حدا من بسوريا عنده أطفال وإجا العيد عليه وهو موجود بمكان ما في أوروبا الغربية أو بالأمريكيتين، رح لكم مشهد صغير. أنا للعيد عنا أول يوم العيد، مجموعة من الأطفال، طبعا المراجيح كلها من خشب محلي، صناعة محلية، المراجيح والليبات والدويخة ومدري مين، وفي شيء لعبة اسمها أبينو جعيسو. أبينو جعيسو على فكرة، وهي معلومة، هي من أصل إيطالي معناها التوازن، هي الكلمة إيطالية معناها التوازن، يعني نحن مو والله مخترعين بالعامية، لا لا لا. بيركبوا مجموعة من الأطفال، هذا الحد الأدنى من الفرح هو أقصى درجات الفرح كان عند الأطفال، صحيح، أقصى درجة. بيركبوا بالمرجوحة، واليوم عيدي يا لا لا، صوت واحد،
ولبست جديدي يا لالا، كبوت احمر يا لالا، بالورد مزنر يا لالا، واليوم عيدي يا لالا، روب حرير يا لالا، مهفف بيطير. والله اذا جمعتي كل قواميس اللغه في العالم ما في كلمه بديله لمهفف بيطير. هذا ندل على شيء، بدل على انه اهلنا من زمان كمان هن على مستوى تذوق فني، على مستوى عالي من 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 من, من, من الاهتمام بالادب والاهتمام بالمجتمع واهتمام بالاخرين. روب حرير يا لالا، مهفف بيطير. الحرير هو الوحيد اللي يعني لغويا اذا بنرجع الفعل للمصدر في هفهفه، لانه ما في وزن ورقيق جدا وكانه مو موجود. على كل كل هذا ممكن ينتقل مرجوحه ثانيه، مرجوحه ثانيه عم يلعبوا اطفال فيها، يقولوا مثلا هز التوته يا توات، خليهم يفرحوا البنات، وهكذا الثالثه الرابعه يعني والخامسه وكذا، في 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 هزيج معينه واغاني معينه. والله كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجيا والحداثه اللي عم يحكوا فيها ما هي بديل لهذا المشهد الصغير اللي فيه الحد الادنى من الفرح عند اطفالنا؟ هو كل الفرح يعني. نعم، مرقنا بهذا. نحن هي راح اجيب لكم مثال، يعني هلا اذا اجى حدا عربي او من دول الاقليم او من السواح او ما بعرف ايش من محافظه ثانيه يجي على العيد تبعنا يطلع هيك طارات يا صالحاني، لك شو هذا عم يبيع؟ شو طارات يا طارات يا صالحاني، حمدو خرب حمدو طربش الخوابي، طلع هيك اللي عم بيع مخلل طارات، يعني مثل الطارات تبع دواليب العربات كذا مثلا. طلعت ايده هالنابت، شو طلعت ايده؟ طلعت ما بعرف مين، هذا فول مثلا. حنه للايدين يا شامي، يعني توت شامي كذا كذا كذا. يعني في عنا نحن تراثنا وموروثنا الشعبي واخلاقياتنا القديمه بمواضيع اللي عم يحكوا عنا التكافل الاجتماعي والحب، نحن اغنياء كثير، نحن اغنياء كثير، ونحن نحن يعني ما لنا نكره على الحضاره الانسانيه. نعم، وعلى الثقافه الانسانيه. سوريا ما لها نكره، سوريا شريكه لهذا التقدم الانساني على الاقل من الناحيه الاخلاقيه. فضل. اكيد. طيب نحن عم نحكي وعم نستذكر هيك بعض من صور تراثنا بسوريا بمختلف المحافظات. نعم. مثل ما قلت كل محافظه وإلا شيء بيميزها. نعم. كمان اسواقنا كمان بتختلف، وان كانت هلا اكيد الظروف الاقتصاديه مختلفه. نعم. يمكن بنشوف بين 10 اشخاص عم يتفرجوا وشخص عم يشتري، ولكن نعم. وجود الناس بالشارع اليوم احياء بعض العادات ما زالت موجوده، وان تغيرت وصار في حاله التدبير. نعم. مثل ما حضرتك قلت، خلينا نحكي ايضا عن هي المظاهر وخصوصا بالاسواق الدمشقيه. هلا الى الان في بعض احيائنا، بعض حاراتنا في دمشق الان برمضان هذا الذي نحن فيه، في بعض الحارات تقدم الى الصائم الذي يذهب الى بيته من اجل الافطار كاس من العرقسوس او من الماء او تمره. والله غير تفطر من عندي، والله ان شاء الله صيام مقبول وهكذا. هلا نحن يعني اخذنا نحن الموضوع التقدم التكنولوجي والعلمي وكذا، هي سنه الحياه الحقيقه، لكن نحن دائما بنركز على موضوع التكافل الاجتماعي، على يد الله مع الجماعه، الله اوصى بسابع جاء او كذا. الظروف الاقتصاديه حقيقه هذا الكلام معروف ومألوف، لا تسمح قد ما كان في توفير، لا تسمح بصناعة الحلويات التي كان يصنعها أهلنا منذ الخمسينات، لأنه أهلنا من زمان كانوا يعملوا المعمول وكانوا يعملوا بنفس الوقت البقلاوة ويعملوا هن بالبيت والسمبوسك ويعملوا القطايف العصافيري وقطايف القشطة وإلى آخره. هلا نحن لكن
لكن هذا الموروث الشعبي وهذا البلد الجميل وهذه دمشق التي نحبها يعني والله بتستاهل ندافع عنها، بتستاهل نضحي من شانها، بتستاهل نصبر كتير، وفعلا صابرين نحن. وفعلا العيد في سوريا لا يشبهه عيد في العالم الإسلامي. أنا درت معظم الدول العربية والإسلامية حتى الأجنبية، في العيد في سوريا كل العالم الإسلامي والعرب تعلموا من سوريا بعض طقوس العيد، إلا سوريا لم تتعلم من أحد. نحن ما عم نحكي الواقع. راح أجيب لكم يعني مثال. مثلا ببعض أحياء الإمارات بدون ذكر تفاصيل، في حارات هنيك بيقدموا بدل السكبة الشامية بيقدموا بيسموها صينية الكريم، وبيأخذ أحيانا حدا كبير حدا كذا. قد يسأل البعض في عنده هنيك مديرية تراث، لك أخي منين جبتوا العادة هاي؟ والله يا أخي جبناها من الشام. بيقولوا احنا جبناها من الشام، أصلا من الشام. الشام تعني كل سوريا، بلاد الشام يعني. يعني نحن هاي موضوع السكبة إن شاء الله مفتكرين بس بدمشق في سكبة، لا، بحرام في دوقت الكريم، وفي بحلب وشمال سوريا في الطعمة، وفي هذا كله يشبه هذا التبادل قبل الإفطار بدقائق. التبادل مو مجرد هو طعام ساخن وإنه يعني أنا مثل ما باكل بياكل جاري، لا لا، هي مجموعة من القيم والفضائل والأعمال التي يتعلمها الأطفال. وبتعرفوا الأطفال عندهم أجهزة التقاط قوية جدا، أكيد يتعلم. تفضل. ويمكن يعني نحن اليوم حاولنا هيك نعمل إضاءة بس لأن وقتنا خلص على أهم بعض العادات والتقاليد الموجودة بسوريا. بدنا نشكرك أستاذ مخلص على كل المعلومات اللي قدمتنا. شكرا لكم وللإخبارية السورية، وينعاد عليك بكل خير، وإن شاء الله كل عام وسوريا بألف خير. وأنتي بألف خير. شكرا أستاذ مخلص لحضورك، وينعاد عليك بالخير والصحة. شكرا لحضورك.